السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب ديالنا، الأصدقاء ديالنا، الإخوان، أخوات، لقيتونا اليوم في افتتاح مقر جديد جمعية مشبال صلة الرحم للتنمية. كان يوم حافل ورائع، وكنتمناو أننا نستطيع نحققوا الأهداف ديال الجمعية اللي هي في الأصل أهداف نبيلة. الهدف الرئيسي ديال الجمعية هي صلة الرحم في قالب هادف ونافع ومنتج وفعال. نتمنى من الله سبحانه أنه يوفقنا إلى ما فيه الخير، ونرجو من الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، بصفتي كاتب العام ديال الجمعيات ديال مشباسة رحم للتنمية، احنا فرحانين يعني بما اننا افتتحنا المقر ديالنا الجديد اللي كاين في شارع الوحدة في مدينة تطوان، وجاو عندنا ضيوف يعني من جميع الاطراف ومن فئات ديال المجتمع، يعني مثقفين وفنانين، والهدف ديالنا ان شاء الله هو لم الشمل ديال العائلات والاسر، وكما هو باين في العنوان ديالنا ديال صلة الرحم. يعني الهدف ديالنا نخدموا على هذا العمل الاجتماعي الاسري، زائد بعض الاهداف اخرى اللي هي اجتماعيه بيئيه فنيه الى غير ذلك، ونتمنوا المجتمع المدني يواكبنا في هذه الانشطه ديالنا، ويجي لعندنا الجمعيه ديالنا والابواب ديالنا مفتوحه دائما. والسلام عليكم.